صباح عليكم، ازيكم اخباركم ايه؟ النهارده وانا بتمشى رجعت اقعد في البيت تاني. لا واحد يقول لي يا عم انت مش بتروح المدرسه؟ لا ما انا اترفدت من المدرسه. يا عم ايه الكلام ده؟ هو ده اللي حصل. هقول لكم القصه بالتفصيل في الفيديو. قلت لكم السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا انا كنت يوم بيوم بروح الكورس وكنت مجتهد جدا. والله مشكلة عندي الحروف اللي هي في اللغة الألمانية أنا بنطقها بالإنجليزي، يعني كل الحروف تقريبا بنطقها صح إلا حوالي 4 أو 5 حروف بنطقهم باللغة الإنجليزية، لحد ما جت اللي هي بتدرس لنا الكورس بتاعنا، ست محترمة صراحة، بس الألمان ما بيهزروش ما بيلعبوش، يعني عملت اختبار للجروب كله. يعني احنا المفروض 17، كنا 15 بقينا 17، فعملت اختبار اسبوعي لكل الجروب بما فيهم انا وكل الناس، وبالمناسبه الموجودين معانا هم 3 رجاله بما فيهم انا، واحد افغاني واحد اوكراني وانا خالد. المهم والباقي كله ستات، معظمهم طبعا من اوكرانيا وكم واحده كده من رومانيا. فعملت للجروب كله اختبار كتابة، كتبنا كلنا عادي مفيش أي مشاكل. هي بقى كتبت حاجات أو إحنا نكتب حاجات ونقراها. طبعا أنا قريت غلط كله باللغة الإنجليزية، فراحت قالت لي بعد اليوم الدراسي ما يخلص تعالى الإدارة، مش أنا لوحدي، أنا وست. قلت لها ماشي. قالت لي اللي أنا فهمته يعني من معظم كلامها لأن بتتكلم ألماني، قالت لي إن أنت المستوى بتاعكم دون مش هو المفروض إن أنتوا تكونوا فيه، انت المفروض تبدا من الصفر، وانت وجودك هنا انت والمجموعه غلط، هتبدا كورس جديد من الصفر. ودتني ورقه صغيره كده انا والست اللي معايا دول. المشكله ان الكورس اللي هو هنبدا فيه من الصفر هيبتدي في شهر 9، ده يعني شوف العسل. طبعا حد ما كان يقول لي يا عم ايه اللي بيحصل لك ده، تبدا في حاجه ما تكملش. في اوكرانيا حياتك مش عاوز اقول اتدمرت بقى والكلام التقيل والكبير ده، هي فعلا كده حصل كده، ولكن الدنيا عماله بتلخبط معاك. تبص تلاقي بعض الناس عمالين يحسدوا فيك ويقروا عليك وينقوا عليك وينبروا عليك، ما تفهمش ليه، مع انك انت ما بتعملش حاجه لحد. وبشوف احيانا بعض الناس في عينيهم الحسد والحقد والغل، وانا ما عملت لهمش حاجه، بالعكس انا كويس جدا معاهم سبحان الله. فبقول اعوذ بالله مش من الشيطان الرجيم بس، لا اعوذ بالله من شياطين الانس كمان، الناس اللي قلوبها مش حلو. فنرجع بقى لموضوع ان انت ممكن يحصل لك كل الكوارث اللي حصلت لي للناس القدام اللي متابعيني وعارفين حياتي كانت ماشيه ازاي، وحاجات كتير جدا جدا يا جماعه اقسم بالله العظيم ما برضى احكيها، والله العظيم ما برضى احكيها، حاجات بتحصل لي حاجات عجيبه الشكل، وبخسر خسائر يعني يا ريتها تكون ماديا بس، لا خسائر معنويه كمان ونفسيه، ومالكش حظ في اي حاجه وسبحان الله، ولا مش عارف في ايه، مع اني والله لو وريتكم الخط بتاعه هبقى اوريه لكم في البيت، خطي يعني لا هو فوق ولا هو تحت ولا هو في النص، خط كويس يعني، كل اللي شاف خطي في اللغه اللاتينيه وانا بكتبها يقول لي ممتاز 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 يعني شوف. ومع ذلك سبحان الله قعدت مع نفسي كده قلت يا رب لو حد حصل له الحاجات اللي حصلت لي في حياتي دي كان عمل ايه مكاني؟ اكيد كان خرج عن شعوره. ولذلك دايما اقول الحمد لله، والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى الحاجات اللي بتحصل لك دي والله العظيم تخفيف ذنوب، يعني ما باذيش حد، ما بظلمش حد، ما باخدش حاجه مش بتاعتي، مش عارف في ايه الهوى. حتى شوف بدات اعمل الفيديو والهوى بدا يشتغل، بس في خبر سعيد ان شاء الله ممكن تشوفوه في الفيديو اللي جاي ده على طول اللي بعد ده. يعني المهم قالوا لي بكره تيجي تاخد ورق عشان تروح بيها المدرسه الجديده، وسبحان الله شوف انا بقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وفيه خير كثير. دايما بقول الايه دي لبعض الناس، يعني كنت مره قلتها لواحد صاحبي سمعها كده عادي، فجالي تاني يوم قال لي تصدق انت لما قلت لي الايه دي فعلا في محلها وبرافو عليك ان انت قلتها. فبقول له ليه؟ قال لي لان انا لو كنت في المكان الفلاني اللي هو مش عارف فين وكان حصل لي ايه وجرى لي ايه، فربنا سبحانه وتعالى له ترتيب. الترتيب بقى اللي انا بحكوه لك، اولا
المدرسة اللي أنا كنت فيها هي دور واحد في عمارة. رحت بقى إيه المدرسة دي النهاردة عشان أقدم الورق بتاعي، ما هي الموضوع مش سبهللة، في شهر 9 بس لازم تقدم الورق، تعرفهم إن أنت خلاص أنت مهتم وهتيجي. خدت الورق، شوية ورق حلوين كده، ورحت. على الحظ الجميل لقيت الناس بيتكلموا روسي، هم روس مش أوكران. المهم الراجل كلمني فهمني كل حاجة وقال لي بالعكس انت هنا هتبدأ من البداية، هتتعلم صح، هتتأسس صح، هتفهم صح، وهتبقى يعني هتبقى ايه، هيبقى بداية كويسة ليك ان انت تكون موجود في المكان ده. لان انا قلت له انا متضايق، انا كنت بدأت خلاص وبدأت لساني يمشي، اتعقدت وحبطت وبصراحة اتخنقت وما بقتش قادر اقرأ حتى كلمة ولا اسمع اي كلمة في اللغة الالمانية. قال لي لا بالعكس راجل محترم جدا، نحسبه على خير حتى الان يكون راجل محترم، ما اعرفش بكره هيبقى فيه ايه. تعال بقى شوف بقى المدرسه الجديده يا معلم. المدرسه الجديده حبيب قلب اخوك حاجه كده يعني عامله زي الجامعه، بكلمك بجد. اولا عماره، وعماره حلوه، ودوار بقى واخد بالك، وكل مستوى في دور، والناس بتتعلم قاعده، ولقيت ناس كمان جيراني بادئه من الصفر. المفروض ان انا في الجروب اللي فات دون اللي هو شغال دلوقتي كان المفروض ان انا قدمت فيه، بس الله يسامحها لما البنت عملت لي اختبار فكانت بتسالني اسئله هامشيه في الكتابه مش عارف ايه بالمشاوره، فانا كنت بجاوب، فهي اعتبرت الاجابه دي ان انا فاهمها وفاهم اللغه بتاعتها الحلوه الجميله دي، فحطتني في هذا المستوى اللي هو اكبر من امكانياتي. لاني هقول لك على حاجه، ممكن انت تحس ان امكانياتك اكبر من المكان اللي انت فيه، بس على ارض الواقع انت امكانياتك في اقل من الوضع اللي انت فيه، فلا اختار الوضع اللي انت اقل منه عشان انت تثبت جدارتك، لان المستوى اللي انت بتقول ان هو ده اكبر من امكانياتي او اقل من امكانياتي عفوا، المستوى دون اللي هو اقل من مستواك دون ده انت هتبدع فيه، لان انت امكانياتك ضخمه واخد بالك، واحده واحده هتزيد خبرات. وبالمناسبه كمان يا جماعه عاوز اقول لكم المناسبات كتيره النهارده، الكورس ده مواعيده زي الزفت. مواعيده ليه زي الزفت؟ اولا انا بيتي في مكان والكورس ده في مكان اخر، المفروض ان انا 8:30 اكون في المدرسه، 8:30 صباحا، فطبعا بالنسبه لي ان انا اروح كل يوم الصبح ده حاجه تخدمني، يعني كانك رايح لسه المدرسه او في الحضانه من جديد يعني. فربنا يقوينا ويقدرنا ان شاء الله باذن الله ان احنا نتجاوز هذه المحنه وهذا الموضوع. وبالمناسبه يا جماعه انا مش من هواة النوم، يعني انا الساعة 5 صباحا تلاقيني صاحي، وبالليل ممكن اسهر 12 واحدة حسب وقتي، ممكن احيانا الساعة 2 في اوقات هذه الفراغ حلوة، في اوقات هذه الفراغ، في اوقات الفراغ هزيم. فنرجع بقى للحكمة اللي انا بحكيها من القصة اللي انا بحكي لها حضراتكم دلوقتي. انت حبيب قلبي بيحصل لك كوارث اكتر من الكوارث اللي حصلت لك خلاص، ودايما في ازمات، وكل لما تخرج من بالبلدي كده يعني من نقره تنزل في ضحضيره والدنيا عماله تخبط فيك وتقوم وتقف وتقع، قصه كبيره وعريضه كلنا بنمر بيها، وربنا ما يجيبلكوش حاجه وحشه. الحكمه حبيب قلبي ان انت تحمد ربنا، والله العظيم ما في ايدك الا الحمد، وتشكر ربنا كتير جدا وتقرب من ربنا وتقرا قران وتقول يا رب الحمد لله ان بيحصل لي كده في الدنيا، لعل وعسى ان انا في الاخره ابقى في مكان افضل من المكان اللي في الدنيا. لان الدنيا يا جماعه شقاء وعذاب وتعب، لو انت بصيت لحالك وبصيت لحال صحابك او بصيت لحال اخواتك او قرايبك او جيرانك او ايا كان الناس اللي انت بتعاشرهم او بتعرفهم، هتلاقي كل اللي حواليك بما فيهم انت في صراع دايما مع الدنيا، في صراع دايما مع لقمه العيش والجري ورا لقمه العيش. انا عارف ان في ناس هتبقى فرحانه قوي ان انا ما كملتش في الدراسه من بعض الناس الكارهين، اعوذ بالله ربنا يكفينا شرهم، بقول له موت في حقدك، لاني انا عشان صبرت وقلت الحمد لله وخدت الصدمه بصبر وقوه، ربنا جزاني في الاخر احسن من اللي انا كنت بتوقعه. اتاخرت 3 شهور بس مش مشكله، ما انا قاعد بقالي 4 شهور ما بتعلمش، فبكملت كاني انا لسه جاي من شهر فات او من اسبوع فات، انت واخد بالك يعني، ايا كان whatever يعني. فالحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. انا عاوز اوريكم المكان اللي انا قاعد فيه، المكان اللي انا قاعد فيه مكان جميل قوي والله يا جماعه. الشمس طبعا ضربه في عيني، انا بلبس النضاره كتير يعني، النضاره دي من ذكريات اوكرانيا، نضاره ريبان رحت بيها مصر، نضاره جميله قوي، الشمس بتظبط الكلام. بس انا عاوز اوريكم المكان.
بصوا يا جماعه انا قاعد على شط البحيره، بس انا لو عملت كده الشمس هتعكس وشكم. بصوا خلينا اعكس كده احسن. شايفين يا جماعه الهدوء والروعه، ده غير المكان اللي ورايا. بصوا اللي ورايا عامل ازاي، يعني ما شاء الله حكايه جميله قوي. بس انا هسيب لكم حته كده تعيشوا فيها دلوقتي، تستمتعوا وتغيروا مناظر، وان شاء الله باذن الله في اخبار حلوه الناس اللي تحبني هتنبسط منها جدا في الفيديو القادم. خليني افرجكم بقى على الطبيعه، بعد كده اقفل معاكم. وقت الغروب، الساعه دلوقتي دخلت في 9 الا ربع. تخيل 9 الا ربع والشمس بصوا عامله ازاي، شايفين الشمس عامله ازاي، يعني سبحان الله. طبعا النهار طويل جدا في الصيف في هذه الدول، يعني بما فيهم المانيا واوكرانيا كانت نفس النظام برضو، وفي دول كتيره قوي الصيف فيها بيبقى النهار طويل جدا. يعني جايب طبعا معايا العجله، معايا كوبايه عصير. صحيح شايفين البارك اللي انا قاعد فيه، بارك رهيب رهيب، جميل جدا جدا جدا، ما شاء الله على الطبيعه والخضره والمساحات الكبيره اللي الناس دول بيستفادوا بيها. يعني والله احنا نستحق احسن من كده واكتر من كده وافضل من كده. سبحان الله، صراعات ودوامات ووجع دماغ وسياسه ومش عارف ايه، وكل ده في الاخر بياخد من عمرك، بياكل من عمرك سنين كتيره قوي ان انت بتضيع وقتك، وفي الاخر انت ما بتستفادش حاجه. خلي بالك، عاش الملك مات الملك، باي باي. يجي الرئيس ينزل الملك مش عارف يروح فين الوزير، حاجه مش بتاعتنا وحاجه ما تخصناش. اهم حاجه ان بلادنا بخير واهالينا كويسين. عدا ذلك كبر دماغك بجد. شفتوا المنظر الجميل اللي واحد قاعد فيه، وقاعد على مدرج جميل قوي، يعني قاعده من الحجر اللي هو مش طبعا مش رخام بس اسمنت، وحاطين له حصوه كده وحاجات كده، فيعيش العمر كله يعني. فضل عصير، انسى وكبر دماغك وقول دايما الحمد لله، بس قولها من قلبك وقولها برضا، برضا داخلي. والله هترتاح، هترتاح كتير وحياتك هتتبدل. والحمد لله، وعسى ان تكرهوا شيئا وفي خير كثير. يعني الاخوه اللي هم منتبهين جدا للحاجات اللي انا احيانا بغلط فيها، والله يا جماعه انا ما اقصد ان انا اغلط او ان انا اقول كلام عن سيدنا النبي هو ما قالوش، يعني في احاديث ضعيفه الناس ما زالت في حتى في المساجد بيقولوها، واخد بالك؟ العبره من الكلام ايه؟ يعني لما قلت ايه اطلبوا العلم ولو في الصين، كذا حد قال لي ده حديث ضعيف يا خالد وده ما اتقالش عن سيدنا النبي وبتاع، بس هو بيقول حديث ضعيف، ما علينا. طب خلينا ناخد الحكمه اللي في المقوله دي بقى، بلاش نقول الحديث ضعيف ولا 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 الحديث صحيح. العلم ان انت لو في مجال ان انت تتعلم روح اي مكان، لو في اخر الدنيا في بلدك، مش ضروري ان انت يعني تسافر. هي كلمه اطلبوا العلم ولو في الصين دي مجازا، مجازا لان انت تتعب وتمشي من مكان لاخر، مش تروح الصين تحديدا. ما ممكن تكون الصين دي او هي الصين دي بلد ملحده وبياكلوا فران ومش عارف ايه وبتاع، وما عندهمش مثلا علم، او في دول اخرى عندها علم افضل منهم، خلاص يبقى نروح الصين. لا، هي مجازا ان انت تتعب وتشقى وتجري عشان مصلحتك، عشان تتعلم، تعرف حد عنده معلومات تفيدك في الدنيا روح له. هو هي دي القصه يعني يا جماعه. والله البحيره دي فيها سمك، انا لسه شايف سمكه ضربت على وش المايه دلوقتي. في امل يا جماعه ان انا اجي بالليل هنا. برضو روح اي مكان لو في اخر الدنيا، اتعلم ولو كلمه. يعني في مقوله برضو بتقول ايه، من علمني حرفا صرت له عبدا. يعني هل ده يعقل؟ ولكن في لو جيت تحلل الكلمه، احنا طبعا مش عبيد لحد، لكن لو جيت بقول لك تحلل الكلمه، والله كتر الف خيره ان واحد عنده علم وعلمني وعلم غيري، ربنا ان شاء الله هيكرمه. وهتلاقي في احاديث عن الموضوع ده، خيركم من تعلم العلم وعلمه. يعني شوف، فانت حبيب قلبي ما تزعلش من اي دروب يحصل لك، واحيانا انت بتزعل وربنا مرتب لك حاجات كتيره جدا. وبالمناسبه يا جماعه، صحيح كمان ده انا نسيت اقول معلومه كبيره جدا ومهمه ومعلومه فخمه. المدرسه اللي انا رحتها الجديده دي، انا هبدا من الصفر لحد ما يبقى بكلمكم باللغه الالمانيه. بس فانا لسه بدري عليا الموضوع ان انا اتكلم مع حد. انا يا جماعه والله العظيم الكلمات اللي انا اعرفها يعني ما تكملش 15 كلمه، يعني فاهم؟ 15 كلمه يعني. فطبعا لسه بدري جدا 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 جدا، قول زي ما انت عاوز تقول. بس حبيب القلب، يعني مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده. يا رب يكون الفيديو بتاعي ما يكونش نكد عليكم، ما يكونش ضايقكم ولا تنزعج ولا اي شيء. خليها على الله، اشرب عصير، فك،
كبر دماغك. يلا اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، السلام عليكم.